اهلا علي، مساء الخير عليك وعلى كافه مشاهدي ام بي سي. يا رب كما ذكرت نتواجد الان داخل الصاله المغطاه بمدينه الملك عبد الله الرياضيه بجده لننقل لكم اجواء حفل هذه الليله والتي يحييها الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر. خلال نصف ساعه سوف تبدا الحفله، لكن نبي نتكلم شوي عن فنان الكبير اليوم اللي هو كاظم الساهر. هو طبعا ملحن وشاعر وكذلك كاتب ايضا. نتحدث اليوم عن اعمال كبيره قدمها الفنان كاظم الساهر طيله مشواره الفني، وهو طبعا ابن الموصل المدينه العراقيه المحببه لدى الجميع بكل تاكيد. ان نتكلم على ابرز الاعمال اللي قدمها، زديني عشقا وحافيه القدمين ومدرسه الحب وغيرها من الاعمال الكبيره التي لقت جماهيريه كبيره في السعوديه وفي العالم العربي اجمع. ايضا لقب بلقب قيصر الأغنية العربية لما يملك كذلك يعني من حب وجمهور يعني كبير جدا ولا يقارن بأي فنان آخر. أيضا نتحدث عن وجود الصالة المغطاة اليوم، يعني أكثر من 4500 تذكرة زميلي علي تم بيعها. تكلم على المميز اليوم كذلك تنوع الفئات العمرية الموجودة في الصالة المغطاة في المسرح. بنشوف الصغير وبنشوف الكبير، أيضا عمليات الدخول والخروج للصالة المغطاة جدا مميزة، رغم أنه في حفل آخر أيضا بجانب الصالة المغطاة لكن ما حسينا بأي مشاكل مرورية أو خلافه. اليوم الحضور بحقيقة زميل علي ومشاهدينا متحمسين ومتعطشين بشكل كبير للسماع والسهر مع كاظم الساهر الفنان العراقي الكبير. نتحدث بشكل عام عن الفرقة الموسيقية وعن الأعمال اللي راح تقدم اليوم. نستضيف معنا المايسترو لحفلة هذه الليلة الأستاذ حسن فالح. تفضل معنا أستاذ حسن. يعطيك العافية. أولا حابين نتعرف عن استعداداتكم، تواجد حضور جماهيري كبير اليوم. كاظم الساهر أكيد بيعد جماهير جدة والجماهير السعودية بشكل عام أن يقدم أعمال فنية مختلفة ومميزة. أكيد احنا بصراحة يعني جاي أشوف الجمهور سعيد جدا بالحضور هذا الكبير، واحنا اكيد مجهزين مجموعه اغاني، لكن في العاده دائما كاظم يمشي على طلبات الجمهور اكثر لانه فرقته معاه يعني صار لنا عمر. احنا ما نطلع وعندنا منهاج ثابت نمشي على المنهاج، ساعات نخلي كم اغنيه للاحتياط، بس طلبات الجمهور دائما تطغي على الاغاني اللي مجهزيها. فان شاء الله راح تكون يعني عاملين خلطه بين شغلات التخت الشرقي والغربي وما اعرف شنو، فان شاء الله راح تكون خلطه ان شاء الله تعجبكم. يعني حدثني عن عدد الفرقه الموسيقيه وابرز الالات الموجوده اليوم. احنا 30 عازف، يعني الكمانجات والتشيلو والكيبورد والايقاعات والجيتارات والدرامز قانون وناي والكورال. عادة الفنان والمايسترو يكون في علاقة بينهم في وسط الحفل وأثناء الحفلة، كيف علاقتك مع كاظم في الموضوع يعني؟ والله احنا يعني علاقتنا بكاظم مو علاقة شغل بس، احنا اصلا اصدقاء يعني من زمان، يعني انا معاه من 92 فصار عمر. ايش راح تعد الجماهير بشكل عام اليوم؟ لا ان شاء الله حفلة اليوم غير شكل، يعني قلت لك مجهزين لكن نشوف طلباتهم هم شنو. اكيد راح تكون خلطه يعني تعجب الجميع ان شاء الله. وانت تشوف يعني الحضور هسه من خلال تقديمك جمهور كاظم، يعني احلى شيء به الخليط اللي بالاعمار، في الطفل وفي الشاب وفي الكبير بالعمر، وانا افرح من اشوف الكبار بالعمر حاضرين الكاظم صراحه، لان دائما ذول يعني ذول الناس اللي كبار بالعمر عندهم اذواق مختلفه يعني. فهو الفنان يعني ما اقول الوحيد طبعا اللي يجمع كل الاعمار بشغله يعني. شكرا لك، يعطيك العافيه.